السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله شيخنا الكريم. تفضل. اولا يا شيخ عاوزك تدعي لوالدتي بالصحة والعافية يا رب وطول العمر. الله يعافيها واصلحها وطول عمرها في طاعة الله يا رب. امين يا رب. سؤالي الثاني يا شيخ، واتمنى لو الفصل لو الخط فصل حضرتك تكمل الإجابة وانا هبقى اسمعها لاني عندي بيفصل تلقائي كده. انا يا شيخ لما باجي اقرا القران وفي مواضع كثيره ومثلا في سوره الاعراف بلاقي مثلا ايات ونادى اصحاب النار ونادى يعني ايه ايات بتصور لنا مشاهد يوم القيامه، معلش مش فاكرها مش عاوز اغلط. وفي رحله الاسراء والمعراج الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا انه راى مثلا من هؤلاء يا جبريل، من هؤلاء. طب فكل ده حصل امتى والناس دول موجودين امتى قبل ما؟ بس عفوا مش لا نريد تخليطا شوي. انت تقول كيف يقول تعالى ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار، هذا وصف لما سياتي باعتبار ما هو اتي. الم تقرا اتى امر الله فلا تستعجلوه؟ نعم. كيف اتى امر الله ولا نستعجل؟ هذا لتحقق الوقوع، لان الوقوع متحقق، فلليقين بأنه آتي عبر عنه بالماضي. طب مثلا يعني من السيرة الرسول مثلا كان يقول رأيت عمرو بن لحي يجر أيوة أطلعه الله عليه. هل في عندك يعني ظن بالله أن الله عاجز؟ لا طبعا، الله قادر على أن يطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عليك أي شيء يريده ربنا. وعلشان كده القراءة بتبقى يعني كما نزلت اقرأ لا توسوس. نعم يا شيخ. بس باعتبار من سمعت الآية أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني لتحقق المجيء. نعم يا شيخ. الله يبارك فيك.